أقر مجلس الوزراء السعودي آليات نظام الرهن التجاري الجديد، والذي يأتي مكملا لمنظومة البنية التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030. يهدف هذا القانون إلى تنظيم منظومة الرهن التجاري وضمان حقوق المقرضين والمقترضين وتوسيع نطاق الأصول القابلة للرهن، بما يجعلها ضمانا للديون على أن لا ينقضي عقد الرهن إلا باتفاق الراهن والمرتهن أو انقضاء الدين أو هلاك المال المنقول. ولتفاصيل أوفى ينضم إلينا من الرياض ماهر السعيد، مدير مشروع نظام الرهن التجاري في وزارة التجارة والاستثمار السعودية. أهلا بكم معنا، تحدثنا أكثر عن نظام الرهن التجاري الجديد. حياكم الله أستاذة سهام، شكرا لك وأحييك وأحيي المشاهدين الكرام. بعد ذي بدء، مثل ما ذكرتي أنه هذا النظام يأتي ضمن المبادرات التي تسعى إلى تحسين البيئة الاستثمارية والتجارية في المملكة، واستكمال أيضا البنية التشريعية للأنظمة التجارية. إضافة إلى ذلك، يساهم هذا النظام في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ويدعم منشآت القطاع الخاص أيضا، وذلك بتمكينها من الاستفادة من أصولها التشغيلية في الحصول على القروض. إضافة إلى ذلك، يسعى هذا النظام إلى تعظيم قيمة الأصول وتعظيم استفادة المنشآت الاقتصادية والتجارية من هذه الأصول، وذلك برهنها والاستفادة أيضا منها في نفس الوقت في أصولها التشغيلية. ومثل ما ذكرت، النظام لها أهداف عدة ممكن نأتي عليها الآن. من أبرز هذه الأهداف توسيع نطاق الأصول القابلة للرهون. النظام وسع في هذه الأموال، فيحق للشركة أو المؤسسة أن ترهن أموالها الحالية وأموالها المستقبلية أيضا، إضافة إلى حقوقها المستقبلية أيضا. النظام وسع في نطاق نفاذ يعني عقود الرهون. النظام السابق كان يكتفي فقط بنقل حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل كوسيلة لنفاذ هذا العقد. النظام الجديد أتى بمفهوم جديد، وهو التسجيل. يكفي للشركة والمؤسسة أو لعقد الرهن لكي يكون نافذا أن يسجل في السجل الموحد للرهون التجارية، وهذا يحقق استفادة الشركات والمؤسسات من هذه الأصول، وذلك برهنها والحصول على قروض مقابلها، وفي نفس الوقت عدم نقل حيازتها للمرتهن والإبقاء عليها في حيازة الشركة والاستفادة منها في عملياتها التشغيلية المستمرة أيضا. لو نتحدث إلى ذلك، سهل هذا نعم. لو نتحدث عن الأحكام المدرجة ضمن هذا النظام الجديد، الأحكام الجديدة. نعم، طبعا هناك حقيقة عدد من الأحكام. أولا، الحكم الرئيسي يتمثل في إمكانية استخدام هذا النظام أو عقد الرهن التجاري من قبل فئات أوسع من ذلك الشركات والمؤسسات، ويضاف إليهم أيضا الشركات المهنية أو من يمارسون الأعمال المهنية كالمحاسبين والمحامين وغيرهم. إضافة إلى ذلك، يتيح هذا النظام رهن المال نفسه إلى أكثر من مرتهن في وقت واحد، وبالتالي يمكنك من الاستفادة من القيمة الكامنة لهذا المال والحصول على قروض يعني مقابل هذا الأصل. النقطة الأخرى أيضا، النظام يعني احتوى على أحكام تضمن يعني حماية والحفاظ على المال المنقول أثناء فترة يعني الرهن. مسألة التنفيذ أيضا، وهي من النقاط المهمة التي تحمي حقوق المقرضين، أتاح النظام أكثر من وسيلة إلى للتنفيذ على المال المرهون في حال إخلال المدين يعني بعدم سداد الدين، وذلك من خلال المحكمة التجارية أو محكمة التنفيذ أو عن طريق التنفيذ المباشر أيضا. النظام إضافة إلى ذلك يعني يسمح بعقد الرهن التجاري
يعني تقديم المال بالكامل أو تقديم أيضا جزء من هذا المال، أيضا يعني كأحد النقاط أو الأحكام الجديدة أيضا في هذا النظام أنه يسمح لك بتقديم كشركة يسمح لها بتقديم مالها المنقول كضمان للدين الحال الثابت يعني، أو حتى لو كان الدين يعني مبنيا على شرط أو كان الدين احتماليا يعني أيضا يتيح هذا النظام. جميل. هذا الأمر يمكن نقطة مهمة أيضا في إقرار هذا النظام يعني كنقطة رئيسية يسهم هذا يعني صدور هذا النظام نعم آخر نقطة يسهم هذا النظام أيضا في تحسين موقع المملكة العربية السعودية في المؤشرات وترتيب وتحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية بما في ذلك تقرير سهولة ممارسة الأعمال. يمكن هذا باختصار يعني أبرز ما احتوى عليه هذا النظام. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات من الرياض. حدثنا ماهر السعيد مدير مشروع نظام الرهن التجاري في وزارة التجارة والاستثمار السعودية. شكرا جزيلا.